مساء الخير متابعي الوطن لايف في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في نشره جديده. النهارده هنتكلم عن الانجازات اللي حققتها الدوله في ملف التربيه والتعليم والتعليم الفني، واللي كلنا لاحظناها خلال الفترة الأخيرة، وده ظهر بشكل كويس جدا في تطوير الأداء المهني وتحسين أحوال المعلم، ده غير كمان تطوير معدل الأمية واللي تم محو أمية 5 مليون فرد، وتم إصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية خلال 9 سنوات. وللنهوض بالتعليم في المرحلة الإعدادية عملت الدولة على توفير قوة تدريسية مدربة وكمان على درجة عليا من المهنية، بما يضمن التنمية الشاملة للتلميذ في المرحلة الإعدادية لأهمية المرحلة عند الطلاب. كمان ركزت الدولة على المدرسة لتصبح محور إصلاح وتحسين حقيقي لتحصيل الطالب ورفع مستوى تعليمهم، وخاصة في اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا. وعلى صعيد النهوض بالتعليم الثانوي، أتاحت للجميع الدولة من خلال الخطة الاستراتيجية للتعليم على استيعاب الراغبين المؤهلين من خريج التعليم الإعدادي واستيفاء الاحتياجات البشرية اللازمة للتعليم. وطبعا الأرقام ما بتكذبش، واللي تم تدريب 315 ألف معلم في إطار برنامج المعلمون أولا حتى ديسمبر 2022، و80 ألف معلم تم استهداف تدريبهم بالتعليم العام والفني بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية على أحدث طرق التعليم، واللي زاد عدد مدارس للتكنولوجيا التطبيقية خلال العام 2022-2023 ووصلت ل 48 مدرسة، 51 مدرسة، وده عدد المدارس المصرية اليابانية التي تم إنشاؤها وتشغيلها. وعلى مدار السنوات التسع الماضية أولت الدولة اهتماماً خاصاً لتعليم ذوي الاحتياجات ودمجهم بالعملية التعليمية من خلال عدد من الإنجازات، وكان أبرزها أصدرت الدولة قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018، واللي بيهدف إلى حمايتهم وتمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان، ومن بينها الحق في التعليم على قدوم المساواة مع الآخرين. وتم توفير 40 ألف كتاب للصم وضعاف السمع، و100 ألف كتاب بطريقة برايل للمكفوفين، و249 ألف كتاب مخصصة للتربية الفكرية. شكراً على طيب المتابعة، كل عام وحضراتكم بخير، ومصرنا الحبيبة في تقدم دائم.